Pathfinders. بوركينا فاسو، سنغال، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السودان، اليمن، قطر، سعودية، الإمارات، UK, USA، وأكيد كل الماركتس اللي احنا موجودين فيها. السلام عليكم. أكيد فريق الباثفايندرز الآن موجود في عشرات الدول حول العالم بفضل الله، ثم بفضل نظام العمل أو السيستم اللي احنا كلنا بنعمل به في جميع الماركتس اللي فيها فريق الباثفايندرز. وأكيد زي ما انتم عارفين انه البيكون بيعتبر العمود الفقري وجزء أساسي جدا في سيستم فريق الباثفايندرز. وعلى قدر تطلعاتنا ل 2012 إن شاء الله، واللي عندنا فيها كثير جدا من الأهداف، كثير جدا من الأحلام، كثير جدا من الطموحات، كثير جدا من التطلعات اللي احنا عايزين ننجزها إن شاء الله في العام القادم بإذن الله. على قدر هذه التطلعات احنا كنا حريصين جدا 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 إنه البيكون يكون على أعلى مستوى، يكون أقوى إيفنت، أقوى بيكون في تاريخ الباثفايندرز. أكيد قادة الباثفايندرز المنتشرين الآن في كل العالم بيتكلموا عن البيكون، حكولكم عن التجهيزات القوية جدا عن البيكون والسبيكرز الرائعين جدا، أكيد من الصين، أكيد من ماليزيا، أكيد من أمريكا، وأكيد ما أنسى السوبر ستارز اللي حيكونوا موجودين معنا، وقادتنا الرائعين جدا من الفي بقيادة تشيف باتمان سينا سراجة، وأكيد رائعين جدا قادة برنامج الرؤية، وأكيد حتقابلوا كثير جدا من الأشخاص الناجحين في مجالات مختلفة عشان يتكلموا عن النجاح، لأنه بيكون 2012 كله بيتكلم عن النجاح. البيكون الآن على أعلى مستوى عشان يكون سبب أساسي جدا بإذن الله في نجاحك في 2012، تكون 2012 الانطلاقة بالنسبة لك أنت، زي ما كان بيكون 2011 انطلاقة لكثير جدا من الناس، بيكون 2009 كان انطلاقة قوية لكثير جدا من القادة الموجودين الآن، وكذلك بيكون 2007. الآن خلونا نتكلم معكم كأبلاين. في بعض الاي ارز، في بعض الشركاء في العالم وصلوا لقرار انهم يكونوا موجودين في البيكون، والآن هم اوريدي مسجلين للبيكون. للناس اللي سجلت للبيكون اكيد انا بحييكم على القرار الرائع جدا والقرار القوي، وبهنيكم وبوعدكم انا وكل قادة برنامج الرؤية انه نفضل ند الماكسيمم لغاية اخر لحظة في البيكون عشان نتأكد بإذن الله انه البيكون يكون انطلاقة بالنسبة لي. بالنسبة لأي شخص ما عرف يتخذ القرار انه يكون موجود في البيكون، اكيد السبب بعض التحديات، ولذلك احنا اخترنا شعار البيكون يكون stronger than before. اكيد اي شخص بيقابل تحدي معين اذا عرف كيف يتجاوز التحدي بيكون بعد التحدي اقوى من قبل التحدي. فبالنسبه لك اذا كنت الان بتعاني في انك تكون موجود في البيكون، تاكد تماما ده ليرنينج بروسيس بالنسبه لك، لازم تتجاوزه عشان تكون اقوى. في بعض الناس الان بيفكروا انه يكونوا موجودين في البيكون ولكن التفكير ما جدا قوي، ما عارفين يوصلوا للقرار. انا بالنسبه لي اكيد في مرحله من المراحل في بعض الاشخاص ممكن يكون ما عنده فلوس عشان يتعلم، ولكن عدم اتخاذ القرار بانه لازم يتعلم بيدفع ثمنه باقي حياته وبيفضل حياته مش متعلم، مظبوط ولا لا؟ الان بالنسبه لك البيكون هل هو قرار عادي ولا قرار مش عادي؟ قرار سهل ولا قرار مش سهل؟ انا بالنسبه لي قرار انك تكون موجود في البيكون اكيد هو قرار صعب جدا، ولكن انا عايز اسالك سؤال، لو كان بالنسبه لك في معاناة انك تتنفس، يعني في صعوبة في التنفس، كم مستعد تدفع عشان تعرف تتنفس بسهولة؟ انا تعلمت خلال العشر سنوات السابقة في الرحلة الرائعة جدا مع العملاقة كيونت في الفي مع الباثفايندرز تيم ذا فيجن اورجانيزيشن، اتعلمت حاجة واحدة، اذا كان النجاح بالنسبة لي بنفس اهمية النفس اكيد في يوم من الايام حوصل للقمة واكون من الناجحين. لذلك الان كل النجاحات العظيمة في كل العالم ابتدت بقرار، والقرار بيطلع كده، وانت الان عندك الفرصة انك تتخذ القرار. انا حابب جدا اشوفك موجود في البيكون، وبعد ما يخلص البيكون لازم تجيني وتقولي انا سجلت للبيكون بعد ما شفت الفيديو عشان نتعانق مع بعض، وتكون انطلاقة قوية بالنسبة لك في 2012، وان شاء الله انطلاقة قوية جدا في رحلة الصعود الى القمة. وانا واثق ان شاء الله كل اللي حيكونوا موجودين في اكبر تجمع للباثفايندرز، اكبر تجمع في تاريخ الباثفايندرز بعد نهايه البيكون، حيكونوا هم السفراء الحقيقيين للباثفايندرز في كل العالم، وان شاء الله نجتمع 2013 في ايفنت اكبر بنجاحات اكبر، وتطلع انت على الستيج تحكي انه انطلاقتك كانت في بيكون 2012
واكيد ده حيكون دافع محفز لكثير جدا من الشباب. Pathfinders, are you ready? See you at PCON, stronger than before.